توجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 والذي تنظمه منظمة اليونسكو تحت عنوان توجيه التكنولوجيا للتعليم. من المقرر أن يشارك الوزير في جلسة عامة للمؤتمر تحت عنوان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، سيعرض خلالها جهود مصر لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين في منظمة اليونسكو لبحث سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة على المسارات المختلفة والمتعلقة بالمنظومة التعليمية.